شاب بالداخل در صيحة ابتدي. والآن مع الطالب أحمد أبو نور.
شكرا شكرا بفاسك بالأرض شكرا بفاسك بالأرض
كثير انه عرفنا اكثر عنها، ففعلا اثرت فينا. النشاط كان كثير حلو فعلا انه مؤثر، وكان كل صف له جوه، وكانت اجواء فيه منها سعيده في منها حزينه في شيء كان الصراحه، بس شيء كثير كان حلو. الله يعطيكم العافيه كلكم، اشتغلتوا لا طبعا ما كان سكنوا المصف السادس. أول شيء راح أحبكم بدي أسألكم سؤال، هلا في عدد 68 من أصل 183 من الطلبة حازوا على معدل 95 كلكم، كم رأيكم؟ إن هذا القرآن
Hello and welcome, our dear guests. I'm Hamza Hamashi from the 6th grade students, and I would like to say that we are pleased and honored to welcome you today in the Omriya Theatre, where you will watch a presentation about the scientific miracles in Quran and the greatness of it, and the evidence that the Holy Quran is not written by human beings, but by God. And we decided to submit this project because of the great success and interaction that found in our old project entitled The Influential Personalities. For now, I will let you hear the following verses and understand them. I hope that our project will get admiration and appreciation. Thanks for listening. أنا الطور
أنا الذي لم أشفع لابن نوح حين تنكب ركب الموحدين، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنا؟ من أنا؟ أنا الجبل جندي من جنود الله، أثبت الأرض تثبيتا وثيقا، وأحفظ بحول الله أهلها فلا تنكفر بهم ولا تميت. اتخذني ثمود بيوتا فأفسدوا في الأرض، واتخذني النحل بيوتا فنفعوه، فما كنت لأكون هباء ولا سدى. فخذني يا ابن آدم فكرة، خذني عبرة. يأخذنا الطالبان نور الدين يعقوب ورامي الزعبي في رحلة علمية شيقة حول آية والجبال أوتادا، فسافر معنا بطيبك وعقوب وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إلى القرآن يا صحبي، إلى القرآن نألوه، نضيء به دجى الدرب ونور الوجه يعلوه، ومهما ران في القلب وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ليست الجبال التي نراها اليوم أبدية الوجود، وإنما لها عمر إن طال فهو محدود، ويمكن التصور أن قشرة الأرض في مهدها كانت قطعة تميل وتضطرب فوق دوامات الصغير، ومع امتدادها أفقيا تلاقت لتكون قارة أولية انفصلت لاحقا إلى قطع متجاورة وتكونت القارات. ومع إلقائها من البراكين الأولية امتدت الكتل الطافية رأسيا ونشأت الجبال الأولية، مما أحدث توازن القطع الطافية ومنعها أن تميل. تنشأ الجبال وتنتصب من جراء تصادم قارة بأخرى مجاورة. ومن الأمثلة الجيولوجية المعروفة نشأت جبال الهيمالايا، فقد كانت الهند واقعة على الحافة الشمالية لبحر قديم لا وجود له اليوم، بينما كانت التبت تقع في الحافة الشمالية لذلك البحر العظيم، كان منذ قرابة 100 مليون سنة. وقطعت الهند مسافة حوالي 1500 كيلومتر أثناء زحزحتها شمالا باتجاه قارة آسيا، إلى أن أتى وقت اختفى فيها البحر وجاءت لحظة التصادم المحتوم، حينئذ انقصب أعلى جبل في الأرض وهو جبل إيفرست في الهيمالايا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. تعلو قمة جبال الهيمالايا حوالي 8 كيلومترات من سطح البحر، وقد أثبت المسح الجيولوجي أن الجبال الهيمالايا تمتد عميقا إلى مسافة قد تزيد عن 65 كيلومترا. وهكذا يكون الجزء المختفي من جبال تحت السطح يعادل أضعاف الجزء البارز فوق سطح الأرض، وهذا الامتداد في الأرض المماثل إلى امتداد الوتد لم يعرفه بشر عند نزول القرآن الكريم، ناهيك عن التماثل في الوظيفة كذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى والجبال أوتادا، فسبحان الله الخالق المبدع الذي أحسن كل شيء خلقه. الجبال مناجاة الأنبياء والصالحين والضعفاء والخائفين، فوجدت الروح على الجبال مرسى، وخلق الله الجبال للأرض مرسى. من ثباتها نتعلم الاستقامة، ومن ضخامتها نتأدب بالتواضع. صنع الله الذي أتقن كل شيء. رغم من أن هذه المعلومات كانت غائبة عن أنظار الناس،
في تلك الفترة الماضية، إلا أننا نجد الأئمة المفسرين قد أشاروا إلى هذه المعلومات معتمدين في ذلك على التفسير اللغوي لا على معلومات عصرهم، فأوردوا هذا في تفاسيرهم لقوله تعالى والجبال أوتادا. وقد قلت في تفسير قوله تعالى والجبال أوتادا أي للأرض لئلا تميد. أنا الزمخشري وقلت في تفسير قوله تعالى أرسلناها بالجبال كما أرسلنا البيت بالأوتاد. أنا القرطبي وقد قلت في تفسير قوله تعالى والجبال أوتادا أي لتسكن ولا تتكفوا بأهلها. وقد قلت في تفسير قوله تعالى والجبال أوتادا أي ثبتنا الأرض بالجبال كما يثبت البيت بالأوتاد. أنا الشوكاني وقد قلت في تفسيره قوله تعالى والجبال أوتادا الأوتاد جمع أوتاد أي جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك. أنا ابن كثير ولقد قلت في تفسير قول الله تعالى والجبال أوتادا أي جعل لها أوتاداً وأرسى بها وثبتها وقررها حتى سكنت. يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال وجعل الجبال أوتاداً يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد، فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها، أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن وندرك منها أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها، فسبحان من خلق فأبدع. يا له من جبل عظيم، ترى من أي زمان هو جالس وماذا يفعل؟ تعال نسأل، هل يجيبنا؟ سنجرب. يا أيها الجبل، من أي زمان أنت جالس هنا وماذا تصنع؟ من ساليف الزمان جلست في مكاني أقمت فيه لم أبدل مرة عنواني. من ساليف الزمان جلست في مكاني أقمت فيه لم أبدل مرة وتبنى صلوه النهضة
وتبدأ مسيرة الأمة بالنهوض إلى العلياء بالنجاح والنجاح بإذن الله تعالى. هنا في هذا الصنع العلمي العظيم دوي كدوي النحل تسمعه في كل آن، وآيات من القرآن تسري من قلب خاشع. شباب بلدوا صدر المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا حصونا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تعظمهم الليالي ولم يسلم إلى الخصم العلينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. أما الآن فنترككم مع هذا العرض الله الذي يضم رضياته تعالى حول الإعجاز العلمي في الآية الكريمة. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أما الآن فنترككم مع هذا العرض الله وما تلقوا في السادة الإسلام وإشراف المعلمين أحمد وآل محمد هيا صلاف لفضلهم ومشكورين. Hello and welcome from our hearts to our love, our faith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our lovely school manager, Hisham Abdul Mu'ti, our manager, Samir Abu Aisha, my teachers, my partners, the students. Peace upon you everyone. Peace upon this beauty Arabic day. Peace upon our dreams and our thoughts. We are the sixth grade students, Section B, and we would like to show you the scientific miracle in the hip verse that you hear that no one talked about it before. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السيد المدير العام دكتور هشام مدير ثانوية البني الفاضل المستاذ سامي، مجلس الآباء والأمهات الموقرين، معلمينا الكرام، زملاء الطلبة. السلام عليكم جميعا، السلام على هذا الصباح العربي الجميل، السلام على أحلامنا وشرفنا. نحن طلاب الصف السادس باء، ويشرف على عملنا الأستاذ محمد وائل والأستاذ أحمد عياصر. نطل عليكم بإعجاز غفل عنه الكثير، وذلك في قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قمنا بالسؤال حول المعنى المفهوم من الآية، وكانت هذه الإجابات التي ستشاهدونها الآن. أي تقويم
الشيء وجعله مثقلا مستويا. وبنان جمع بنان، وهي أصابع اليدين والرجلين أو مفاصل تلك الأصابع وأطرافها. وقصة البنان بالذكر لأنها أصغر الأعضاء وآخر ما يتم به الخلق. For now, I will let you hear the verse again and watch the video to prove what we said. الآن نبقى مع هذا العرض المصور لنشاهد ما قيل في هذه الآية. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني أنا سمعت أن بعض المسلمين في العالم الغربي ينزعون جلد بصمته. الذي حدث وشيء لا يصدق، بعد أن نما لحم جديد أخذ البصمة السابقة كما هي، وكأن هذا الختم لا بد منه للإنسان. تشير الآية الكريمة بتأكيد من الله عز وجل بقدرته سبحانه على تسوية أصابع الإنسان، وقد تبين مغزى هذا التأكيد في أن بصمات الإنسان خاصية مميزة له، من المستحيل تشابه اثنين فيها حتى التوائم المتطابقة. كل إنسان له بصمة تميزه، حتى التوائم الحقيقية لا يتشابهان في بصمة الأصابع. ولم يدرك الإنسان هذه الحقيقة إلا في القرن التاسع الميلادي، لما استخدموها كوسيلة من وسائل يعني إثبات الشخصية، أن قطعة البنان وسيلة من وسائل إثبات الشخصية. وقلنا نتحدث عنها من قبل 1400 سنة. فالبنى قادرين على أن نسوي بنى. جلد الإنسان مكون من 5 طبقات. الذي يرسم البصمة هذه الطبقة السفلى، الطبقة الدنيا، حتى إذا بليت البصمة يعني من عمل الشاق أو من مرض أو من حادث من حوادث تتجدد البصمة، لف هيئته، لف ضغطه. يؤكد المولى سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى وذلك حجر عليه، فحتى أصابع اليدين يعيدها مع بصماتها يوم القيامة. والآية القرآنية تلفت انتباهنا إلى هذه الحقيقة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إن في التركيز على بصمات الأصابع حكمة كبيرة، فكل إنسان له بصمة خاصة به وحده تختلف عن بصمة غيره، حتى أن البشر الذين عاشوا وماتوا من قبل لا تتشابه بصماتهم أيضا. ومن أجل ذلك اعتبرت بصمة الإصبع هوية الإنسان، وأخذت بها الدول كلها في العصر الحديث. والشيء المهم في الأمر هنا أن هذه الميزة في البصمة لم تكشف إلا في أواخر القرن 19، وقبلها لم يكن الناس يعطونها أهمية، بل كانوا يرونها مجرد خطوط عشوائية ليس إلا. ولكن القرآن الكريم سبقهم وأثبت هذه الحقيقة في الوقت الذي كانت غائبة عن الجميع. وهدفنا من هذه الآية الكريمة أن نبين معناها وأن نكون خير زراع في البلاد. Thanks for your listening, everybody. شكرا على حسن الاستماع، ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم بنا دائما. أيها الحفل الكريم، لكن البشر مشاهدتها بأم عينهم، بل إن اكتشافها من قبل العلماء في نهاية القرن 19 كان أكبر ما يكون من معجزة، لكونها تحدث داخل البشر.
وكذلك فإن هناك نظريتها حتى ولو تم الوصول لمكان الحدوث. هذه الظاهرة هي وجود حاجز أو فاصل بين المياه المالحة والمياه العذبة عند التقائهما في مكان ما. وقد تحدث القرآن الكريم عن وجود هذه الظاهرة العجيبة في 3 آيات قرآنية. أما الآن فنترككم مع هذا العرض الرائع والذي يضم بين فيديوهاته توضيحا جميلا عن الإعجاز العلمي حول الآية الكريمة. معراج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ومع طلاب الصف السادس جيم مصطفى معين أيوب نوفل فليتفضلوا مشكورين. ذكر بها القرآن الكريم علم البحار، ولكي يرينا الله سبحانه وتعالى معجزاته في البحار فقد تحدث عن أشياء دقيقة جدا لم نتمكن نحن من رؤيتها إلا بالأجهزة الحديثة الدقيقة. فقد تحدث القرآن الكريم عن أعماق البحار والأمواج الداخلية العميقة فيه، وتحدث عن البرزخ بين البحرين والبرزخ بين البحر والنهر. والقرآن الكريم يسمي النهر بحرا ويميز بينهما بكلمة عذب للنهر وكلمة ملح للبحر. إنه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أسرار الكون ويعلم أسرار البحار، وهو القائل عن البحار أيضا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن جعل لهم البحر مالحا لتستمر فيه حياة الأسماك لتكون غذاء للإنسان، وخلق لنا الأنهار العذبة لنشرب منها شرابا عذبا فراتا لتستمر به حياتنا. وكما نعلم جميعا فإن الأنهار العذبة تصب في البحار المالحة، ورغم التدفق الكبير لمياه هذه الأنهار العذبة ورغم ضخامة حجم مياه البحر المالحة فإننا لا نجد أي خلل أو طغيان هذا على ذاك أو العكس. وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وجود قوانين دقيقة تحكم النظام على الأرض، فالماء العذب أخف وزنا من الماء المالح، وبالتالي فإن القوى الموجودة في ذرات الماء العذب تختلف عن تلك الموجودة في الماء المالح، وهذا يؤدي إلى اختلاف الضغط والحرارة بين ماء النهر وماء البحر. كل هذه الاختلافات تؤدي إلى نشوء قوى تتدافع بين ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب أو البرزخ. هذه القوى تمثل جداراً منيعاً وحجراً محجوراً. إن قوانين حركة السوائل لم يتم كشفها إلا في القرن 20 على يد عشرات العلماء الذين أفنوا حياتهم في سبيل كشف هذه الحقيقة العلمية، والتي لم يتم التأكد منها فعلياً إلا في أواخر القرن 20 عندما التقطت الأقمار الاصطناعية صورا للبحار ومصبات الأنهار فيها، وكان واضحا البرزخ والحاجز بينهما. إن هذا الحاجز المنيع لا يقتصر على مصبات الأنهار في البحار، بل هناك حواجز مائية بين كل بحرين على سطح الأرض. فنجد مثلا نقطة التقاء البحرين، البحر الأحمر والمحيط الهندي، عند مضيق باب المندب، وفيها منطقة تمتد لعدة كيلومترات بين هذين البحرين، هي منطقة البرزخ. وتبقى خصائص كل بحر تختلف عن خصائص الآخر
ولا يختلطان أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. جميع القرآن الكريم عددا كبيرا من أوجه الإعجاز العلمي، تلك الآيات التي تم إثباتها بعد سنوات طويلة من نزول القرآن، وكان من بينها ظاهرة البرزخ الموجودة في القرآن. من بين الظواهر الكونية العجيبة تلك الظاهرة التي تمتاز باندماج البحر المالح والمياه العذبة دون اختلاطهما، تمثل هذه الظاهرة في الشكل الحاجز يعيق اختلاط الماء المالح والماء العذب. ذهب العلماء إلى عديد من التفاسير استقرت على وجود حاجز بين البحرين هو بياض مادي يمكن رؤيته بوضوح. انتقل بعض المفسرين أيضا إلى كلمة ملج وتعني بالعربية الخلق، وإذا توقفنا مع هذا التفسير وجدناه خارقا ومعجزا، فكيف يكون هناك دمج ولا يوجد خلق؟ عندما حاول العلماء البحث عن طبيعة منسوب المياه المالحة والعذبة على سطح هذه الأرض تبين أن كل منهما موجود على الأرض بقدر بل بكثافة معينة لا تختل مهما بلغت عمليات التكثيف والأمطار وغيرها من العمليات الطبيعية، وهذا الأمر هو ما يحفظ حياة الكائن الحي. أماكن وجود مرج البحرين: يوجد مرج البحر في مياه البحار والمحيطات عند نقطة التقاء مياه العذبة مع مياه المالحة، كما يوجد في أماكن التقاء المياه الجوفية ومياه الينابيع والأنهار مع مياه البحر المالحة، وتكون على شكل حاجز وهمي يفصل المياه العذبة عن المياه المالحة ويمنع اختلاطهما واندماجهما مع بعضهما البعض، والهدف من ذلك حكمة ربانية للمحافظة على معدل المياه والعذبة على كوكب الأرض والتي تمثل 3% من نسبة المياه الموجودة على الأرض والتي تتمثل في المياه الجوفية والثلوج والأنهار والبحيرات والينابيع الصغيرة وحتى بخار الماء في الجو. كانت هذه المعلومات سريعة وممتعة مع نشاط الصف السادس جيم، نحييكم. أما الآن فنترككم مع هذا الفيديو الذي يتحدث
بإشراف معلمي من فاضل الأستاذ عثمان أبو زيد، يتخللهم بعض الطالبات الرائعة فليتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا التي تطرا الارض نوعان، النوع الاول زلزله عامه تشمل الارض كلها في جميع نواحيها، وهذه الزلزله الكبرى وهي لا تكون الا يوم القيامه، والنوع الثاني زلزله خاصه وهي التي تقع في ناحيه وجهه من الارض دون غيرها، وهذه الزلزله الصغرى وهي كل زلزله تحصل قبل يوم القيامه. والزلزله الصغرى تحذير وتخويف من الزلزله الكبرى، قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والزلزلة الصغرى هي آية وعلامة تدل على قرب الزلزلة الكبرى، وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرب وهو القتل. في عهد الصحابة رضي الله عنهم حصل زلزال في المدينة، عمر بن الخطاب لما علم بهذا قال خطب الناس وذكرهم ووعظهم وذكرهم بالله عز وجل، ثم قال: لئن عادت والله لا أساكنكم لا أجلس بين ظهرانكم. أي إذا عادت الزلازل مرة أخرى، هذا نذير من الله عز وجل. وما نرسل بالآيات إلا تخويفين. اسم يعني اسم يدل على العكفة الأرضية العنيفة التي يصاحبها يعني مساحة هائلة من الدمار. ونحن نرى زلازل الدنيا، يعني حدث زلزال في الصين استغرق نصف دقيقة، يعني 30 ثانية كان ضحاياها أكثر من نصف مليون بني آدم. وتربي إيمان المؤمنين فاعلا لله ربه.
الأخيرة لحظة الاحتضار، ها هي في الدنيا بعشرها تحتضر، والأرض تزلزل وتدك، والجبال تسير وتنسف، والبحار تفجر وتسد، والسماء تتشقق وتمور، والأرض تخسف، والنجوم تنكدر، ويظهر ضوءها، وينفرد عقدها. ما هذا؟ لقد انطفأ نور الشمس وكذلك القمر وسائر الكواكب. الدنيا ظلام في ظلام، الدنيا ظلام في ظلام، الدنيا ظلام في ظلام. أيها الحفل الكريم، العجيب أن كل المخلوقات إلا الإنسان تستشعر الزلزال قبل الإنسان وقبل أن يبدأ. لذلك فإن الذين عاصروا أرضا فيها زلازل يسمعون نباحا للكلاب، ويسمعون صياح الدين، ويسمعون أصوات حيوانات في حدائق الحيوانات يتملكها هياج عجيب قبل بداية الزلزال بمدة قليلة، دقائق أو ثواني، وكأن الإنسان هو آخر من يتنبأ بقدوم الزلزال مع أنه أقل المخلوقات، فسبحان الله العظيم. أما الآن فنترككم مع هذه الفقرة الشعرية المعبرة عن الزلازل يقدمها لكم طلاب الصف السادس د، فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم يعطيكم الحافة، أهلا وسهلا فيكم. سادس بدي أشوف الجميع قيام. سادس باء يعطيكم العافية، بس خلينا هيك شوي موضوع الصوت، بدنا نحترم الموقف، بدنا نحترم الضيوف، صح؟ صح ولا لا؟ طيب أشوف جلوس.
طبعا هشام كان راعي الحفل لنا، اهلا وسهلا فيك. اجا ضيف معين بده يغادر، مضطر شوي للموضوع، حاب انه يحكي معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية حياكم الله ضيوفنا الأكارم أولياء الأمور، نشاط آخر من أنشطة ثانوية البنين التي تم التركيز فيها أن يعني تقترب من المنهاج بشكل أكبر، أن تكون أنشطة أكاديمية. يميز هذا النشاط اليوم هو مشاركة عدد كبير من الطلاب، طلاب الصف السادس، يعني لا يتم انتقاء بعض الطلبة ليظهروا أمامكم في نشاط، ولكن يتم إظهار أغلب الطلبة، وهذا كان يعني توجيه مسبق أن يكون لكل طالب حصة في الأنشطة الموجودة، وأن نركز على الأنشطة التي تستوعب أغلب طلاب المدرسة. كل الشكر لثانوية على هذا النشاط، والشكر موصول أيضاً للأستاذ عزات على متابعته للطلبة في هذا النشاط، وشكراً أيضاً لقسم السادس الأستاذ إبراهيم نزار وأساتذة الصف على جهودهم. أعتقد يعني لدي ارتباط آخر، كنت حاب أكمل النشاط كامل ولكن عندي موعد 11:15. أحتذر منكم جميعاً، شكراً على حضوركم، ونتمنى تواجد أولياء الأمور باستمرار في أنشطة أبنائهم حتى يروا نتاجات المدرسة مع أبنائهم ويكونوا على قرب من ما يحصل في داخل المدرسة. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جعلنا
بملايين الحيوانات المنوية هو الذي يشير إليه القرآن الكريم كما هو معروف في العلم الحديث. أما الآن نترككم مع هذا الفيديو الذي يتحدث عن علم الأجنة في القرآن الكريم. Is found within the book, the apparent word of God will be proven false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, from the 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is formed. It begins by saying, "We then placed him as a sperm drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into a alaqa." We will translate this word very soon. "And then we changed the alaqa into a lump. Then we made out of that lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being and attain the definitive human form." In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of human development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to in particular is the second stage, referring to the development of the embryo. The specific word used to describe the embryo in this verse is the word alaqa. The word alaqa, when translated into English, can mean three separate things. Firstly, a blood clot, or to be suspended, that is to be hanging or clinging to something. Or thirdly and finally, a leech. Now, all three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used and what significance do they share with the human embryo? Can the embryo be described as a blood clot? Well, the head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible to be seen with the human eye and can only be seen through a microscope. This is the back end of a leech. There's no other words used to describe this other than mind-blowing. The pictures we have shown you are impossible to be seen with the human eye, or even to be predicted by the human mind. Once again, the verses we have shown you were revealed over 1400 years ago to a man who couldn't read nor write. Are these the words of God? Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God, from God, from God. شكراً لحسن استماعكم. كان معكم طلاب الصف السادس ح بإشراف المعلم المتميز أستاذ بلال السبيدي. Thank you.
اذكري. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطنه شفاء للناس. من قسم الإناث والذكور ليس لهم عمل إطلاقا في جمع الرحيل وصنع العسل. الذكور مهمتهم تلقيح المني، أما الصنف الذي في القرآن كلمة تتخذ يعني العرب قديما وقت نزول القرآن هل يعلمون أنه النحل مؤنث في نحل مذكر؟ مستحيل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. إذا اتخذي كلي فاسلكي هي إشارة قرآنية إلى أن النحلات اللواتي يجمعن الرحيل ويصنعن العسل من قسم الإناث لا من قسم الذكور. النحل عجيبة العجائب وغريبة الغرائب ودليل شاهد بقدرة الله الواحد. أوحى الله إليها فقالت وأمرها فاستجابت وهداها سبيلها فاستقامت تمني بيوتها في الجبال عجبا وتحيل رقيق الأزهار شهبا آية من آيات المولى تخرجنا الشهد المصفى. ولقد أنزل الله تعالى في شأن النحل سورة عظيمة هي سورة النحل أو سورة النعم. ولا ريب أن النحل والعسل من أجل وأسمى نعم الله على عباده، بل النحلة نفسها بخلقها العجيب وسرها الأعجب تدعو للإيمان وتفكر بالرحمن. فسعي وعطاء وعسل وشفاء وتأملها ذكرى لوطنا. أسرار عجيبة كشف الإنسان في العصر الحديث بعضا منها، وما زال هناك الكثير من تلك الأسرار التي أوضعها الله في ذلك الكائن الحي الذي أوحى إليه. ويكفي أن نتخيل لو هبط أحد من عالم آخر إلى الأرض وسأل عن أكمل ما أبدعه الخالق سبحانه وتعالى لما وسعنا إلا أن نعرض عليه قرص الشعر. النحل علينا أن نتعرف على أجزاء وأنواع النحل قبل أن نتعرف على ما تنتج النحلة. فالنحلة تتكون من رأس وصدر وبطن ولديها أربعة أجنحة وستة أرجل ولديها أربعة أعين اثنتان بسيطتان واثنتان مركبتان ولديها قرون استشعارية واللاسعة وهي الحمل. تتكون الخلية من ثلاثة أنواع من النحل اليعسوب والعاملة والملكة. واليعسوب هو الذكر والعاملة وهي الأنثى والملكة وهي رأس الخلية. النحلة هي حشرة تنتمي إلى فصيلة خشائيات الأجنحة. وظيفتها الرئيسية إنتاج العسل وشمع النحل والتلقيح وتتعدد أنواعها لتصل إلى 20,000 نوع. وأشهرها نحل العسل وأشهرها نحل العسل نظرا للفائدة الكبيرة تولدها. تعد ملكة النحل أكبر أفراد النحل حجما وت...
تمتلك جسما مخصصا لوضع البيض في خلايا قرص العسل، وتحيط بها العاملات ليطعمنها ويقدمن الرعاية لها، لتضع أثناء ذلك بيضة واحدة كل دقيقة خلال مدة تستمر ليلة واحدة ونهارا واحدا. يعيش ذكر النحل عادة حياة قصيرة، حيث تنتهي حياته بعد التزاوج مع الملكة، ولا يجمع اللقاح نهائيا، ولا يمتلك أي مسؤولية تجاه الصغار. وفي المقابل تؤدي أنثى النحل جميع الأعمال المتعلقة بالخلية، كما تمتلك تركيبا تشريحيا يساعدها على حمل حبوب اللقاح. يعتبر النحل من أهم العوامل التي تساهم في عملية تلقيح النباتات وزيادة الإنتاج الزراعي، حيث أن بعض أنواع النباتات تعتمد بشكل كلي على النحل في تكاثرها، مثل البرسيم الأحمر والعديد من بساتين الفاكهة. تعد نزعة النحل من الحركات المفيدة التي تفيد جسم الإنسان، حيث يساهم في علاج كثير من حالات الروماتيزم. ومن الملفت أن النحلة تموت بعد غدرها للإنسان. العسل مادة سكرية عطرية ينتجها النحل من رحيق الأزهار، وهو مادة غذائية مهمة لجسم الإنسان وصحته. وقد أثبتت الدراسات أن العسل مضاد حيوي طبيعي ومقوي لجسم الإنسان، فهو يقوي جهاز المناعة والذي بدوره يقاوم جميع الأمراض. أنواع العسل وفوائده: يوجد أنواع كثيرة للعسل، ومنها العسل الجبلي المر، ويستخدم بشكل كبير لمرضى السكري والتهاب الكبد الوبائي. عسل السد، وهو يعتبر من أجود أنواع العسل في العالم، ويتم استخراجه من شجرة السد، ويتميز بلونه الدافئ، وتعد اليمن موطن الرئيسي لعسل السد، وبالتحديد في مدينة حضرموت. عسل الحمضيات، ويتميز برائحته التي تشبه زهر البرتقال والليمون، ويستخدم بكثرة لعلاج كلف الوجه. عسل التفاح، يتميز بلونه الأصفر البارد. وعسل الخرموب الأسود، ويتميز بشفافيته، وإذا تبلور أصبح كتلة بيضاء. وشكرا لكم لحسن استماعكم، كان معكم الله بصف الشهر والدكتور بشرف الأستاذ بمسرح من الأستاذ أثمان بزين. قالت دميري في حياة الحيوان الكبرى العنكبوت، ذوبية تلتزج في الهواء، وكليته أبو خيثمة وأبو قشعمة، والأنثى أم قشعمة، وهي قصار الأرجل كبار العيون، الواحد ثمانية أرجل وستة عيون. فإذا أراد صيد الذباب لطيه بالأرض وسكن أطرافه وزرع نفسه، ثم وثب على الذباب فلا يخطئ. وقال أفلاطون: أحرص الأشياء الذباب وأقنع الأشياء العنكبوت. جعل الله رزق أقنع الأشياء وجعل الله رزق أقنع الأشياء في أحرص الأشياء، فسبحان الله اللطيف الخبير. وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: ولد العنكبوت أقوى من الفروج الذي ينسج على الدنيا كاسبا كاسيا، لأن ولد العنكبوت يقوى على النسيج ساعتين من غير تلقين ولا تعليم، ويبيض وأول ما يولد دودا صغيرا، ثم يتغير ويصبح عنكبوتا وتكتمل صورته عند ثلاثة أيام، فسبحان الله اللطيف الخبير. أما الآن فنترككم مع هذا العرض الرائع والذي يضم بين قياته توضيحا جميلا على إعجاز علمي حول الآية الكريمة: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ومع طلاب الصف السادس زين بشرف المعلم حذيفة الجبالي فليتفضلوا. مشكورين. جميل أن أعرف ما يكمن في القرآن الكريم من إعجازه بات العلم يكتشفه بعد 1000 سنة ونصف، لكن ذلك لا يمنع أن نقف مع آيات الله مستشعرين المعاني العميقة وآراءها. ومن هنا يأتي دم عزيزنا حفظ أبو جاموس في لفتة جميلة لما قد تحمله هذه الآية من معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الوهن في اللغة العربية يعني الضعف، ليس ضعف بناء الشبكة العنكبوت فقط،
عندما يتزوج ذكر العنكبوت من أنثاه فإنها تأكله، وعندما تلد صغارها يأكلونها، فما بالك بأسرة تنشأ بلا أب وأم، بل إن الأم أكلت الأب ثم الأولاد أكلوا الأم. هذا هو الوهم والتفكك، ولعل الله عز وجل يشير إلينا ألا تكون بيوتنا مكيفة وهنة كأسرة العنكبوت. هذه لحظة بيانية، نترككم الآن مع الجانب الأجاز العلمي في الآية الكريمة العزيزين عبد الرحمن الطور وعبد الرحمن الحلو في لحظتهم إلى هذا الجانب. الله إلا وين صالح الأعمال، تعرف والله عن جد الصلاة تريح النفس وتخلي الواحد مرتاح. آه والله ما أنحب في البارح عكبوت. لا 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 في خرب دمه على حشرة صغيرة زمي، ايش ما خلتني أدعس عليها كلها حشرة قديدة. لا شفت هاي الحشرة اللي أنت مستهين فيها، هاي الحشرة صغيرة الله وضع فيها معجزات كثير، منها إنه وضعها في القرآن الكريم ووضع صورة باسمها بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. وكمان الله وضع فيها ميزات وصفات كثيرة، منها إنه إلها من 6 إلى 8 عيون، وكمان خيطها الحريري اللي بتبني فيه بيتها بالقار والفن، هذا الخيط أرفع من شعرة الإنسان 400 مرة ما شاء الله. وكمان إنه هي زي ما كمان هي إيش بتفيد الإنسان من الناحية البيولوجية. شو بدها تفيدني هاي الحشرة اللي قدمني تخوف علي أنت؟ لا بس ان هي كمان بتفيد الانسان من ناحية بيولوجية، انها بتقضي على الحشرات الضارة اللي بتكون مثلا على النباتات او على اشياء ثانية. والله ما بحب. وكمان قبل فترة يعني قرأت الكتاب، كنت بمكتبة وفتحت كتاب وقعت تحتي وقرأت فيه معلومات عن العنكبوت وشفت معلومة رهيبة. بتعرف اصلا مين بيبني بيت العنكبوت؟ بعرف الأنثى. طيب بتعرف شو بتسوي بعد ما تبني البيت؟ لا ما بعرف. بتكتب جوزها وبتاكله، وبعد ما تكتب جوزها وبتاكله بتحط بيوت تبعونها اللي هم اولادها بالمستقبل، بتحط البيوت في البيت اللي بنته بطريقه رهيبه زي ما حكيت لنا. وكمان بعد ما يكبسوا هدول البيوت ويكبر اولادها بيقتلوا ابنهم وبيقتلوها. هاي هي دور حياه العنكبوت. تعرف الله بصور لنا كيف بيوت الانسان أيام بتكون في منها مفككة، بتكون بدون لا أب ولا أب. والله ما تعرف كمان إنه في أنواع كثيرة زي ما هي بتفيد الإنسان بتضره. تخوف عليك. هاي الحشرة قلت لي قبل شوي ماشي بتفيدني، وهلا كيف بدها تضره؟ حد موقفك. هي زي ما تفيد الإنسان بتضره بينها ممكن بقرصة صغيرة أو لسعة صغيرة منها تؤدي للموت. ما بحب. بتعرف إنه هاي الحشرة صغيرة لو ضلينا لبكرة الصبح انعدت في المعجزات اللي فيها ما نخلص، كثر من فيها معجزات. سبحان الله، سبحان الخالق خلق فأبدع. أشكر. عطوبة المدير العام، الحضور الكرام، كان معكم طلاب الصف السادس زين بإشراف المعلم المبدع الرائع حذيفة الجبالي. قدمنا لكم هذه المعلومة البسيطة عن العنكبوت، لكن العين إذا رأت وعلمت بديع خلق الله تعالى كان العلم أشد إذهالا، بل وأصبح اللسان لاهجا بتسبيح للخالق العظيم. انتقينا لكم هذا المقطع فلنتمتع بجميل خلق الله. سيروا معنا وشدوا الرحال. في شهر
حرارة رفعها أرفع من شهرة الإنسان بأربعمائة درجة، مثل ما قدم لنا زميلنا عبد الرحمن أبو طوف، وتبنيه بشكل جميل جدا وهندسي. على فكر الإنسان ومشاعره وسلوكه.
وقد ذكر القلب ومشتقاته في القرآن الكريم 148 مرة، أوضح الخالق فيها وظائف متعددة للقلب. القلب الذي يتدبر، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب الذي يحقل، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. مع أن العقل بناء على الفهم السائد هو الذي يعقل ويفقه ويخطط، بل إن العقل هو مناط التكليف. لقد اتخذ الماديون من قضية محورية القلب هذه في الفكر الأخلاقي والديني منطلقا للهجوم على الدين والتشكيك فيه، حيث إن المفاهيم العلمية السائدة كانت ترى أن جميع العمليات العقلية والفكرية والسلوكية والمشاعر يوجهها الدماغ وليس القلب إلا مضخة للدم. ولكن في العقدين السابقين بدأنا نكتشف أن القلب أكثر من مجرد مضخة للدم، وأن العلاقة بين القلب والعقل سيادية متبادلة. فماذا يقول العلم؟ وماذا قال القرآن قبل أكثر من 1400 عام؟ قام الدكتور أندرو آربر بمفاجأة العالم بقوله: إن القلب جهازاً عصبياً خاصاً يستحق أن يدعى المخ الصغير، وهو يتكون من حوالي 40,000 خلية عصبية، ويستخدم نفس الناقلات العصبية التي يستخدمها المخ، بل ويستطيع تنظيم أداء القلب بما يزينه الدماغ. يقول مؤلفان بروس وديفيد ماكارثر في كتاب القلب الذكي: مع كل نبضة لا يدفع القلب دفقة من الدم فقط، وإنما يبعث برسائل عصبية وهرمونية وميكانيكية وكهرومغناطيسية للدماغ محملة بكثير من المعلومات. فإذا كانت نبضات القلب في توافق عال، فإن هذه المعلومات ستصل إلى الدماغ لتحسن وظائف القشرة المخية السلوكية والذهنية والفكرية والنفسية، مما يؤدي إلى صفاء عقلي ونفسي وقدرة أعلى على رصد الأمور واتخاذ القرارات وتفجير الطاقات الإبداعية في الإنسان. يؤكد أطباء القلب أن القلب جهاز فائق التعقيد، بل هو أكثر أجزاء الجسم تعقيدا وأكثرها دقة وعمقا، وأنه يتحكم في المخ أكثر مما يتحكم المخ فيه، ويرسل إليه المعلومات أضعاف ما يتلقى منه. إذ القلب القدرة على التفكير والانفعال والشعور والعاطفة وتخزين المعلومات القريبة والبعيدة في ذاكرة تشبه ذاكرة المخ. القلب هدية قدسية ربانية، وأما الدماغ فهو الخادم المطيع له. ولذلك عندما يرضى القلب ويحب فإنه يأمر العقل فلا يرى إلا حسنا، وعندما يبغض القلب فإنه يأمر العقل فلا يرى إلا بغضا. وعين الرضا عن كل عين كلمة، ولكن عين السخط تبدي مساويا. هل هذا يفسر كيف أن كل ما يراه الإنسان ويسمعه ويقوله ويفعله يطهر قلبه ويزكيه، أو يشتبه عليه كران الأسود فيطمسه ويرميه؟ يقول الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نبتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سطل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعدل قلبه. وهو الران الذي ذكر في قوله تعالى: كلا لو ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هل هذا يفسر القلب؟ أو آذان يسمعون بها
ومن هذه الأعضاء العين، فإن انقطع القلب عن العين سيعمى البصر عن الحق. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ويقول كثير من الناس أن للإنسان أربعة أعين: عينان في القلب وعينان في الوجه. فإن عمت عينا القلب عن الحق سنعمى البصر. فأصبح وقد ثبت في العلم الحديث أن للإنسان أن الدماء يمر فيها بفعل شيء أو الامتناع عنه. فإذا ختم الله على قلب شخص أصبح القلب لا يمتنع عن المعاصي ويأمر الدماغ بفعلها. فالقلب ليس فقط عضلة تضخ الدم، بل هي المكان الذي يجتمع فيه كل الأحاسيس والمشاعر. أغلب الناس يعتقدون أن القلب يعمل كمضخة للدم فقط، ولكن وجد حديثا أن القلب يحتوي على 40,000 خلية عصبية مسؤولة عن عمليات التفكير والإدراك. فالقلب والدماغ كلاهما سيادين على الآخر. يا نفس ما كان يفاك هوى وعصيانا، يفاك في الحشا صوت من الإشفاق هدانا. تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما نانا، كأني ما سمعت وما رأيت الهدي كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. يا فرد في الهوى قلبي بدون اللهو نشوانا، فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا. ألا فارجع وأرجع ما مضى بالقرب زمانا، مضى بالقرب زمانا. وفي نهاية هذا العرض لا يسعنا إلا أن نقول سبحانك ربي على هذه النعم التي لو عددناها لم نحصها. نشكركم لتلبية دعوتنا لحضور هذه المسابقة الرائعة ومشاهدة هذه النفوس الطيبة التي لطالما ساندتنا وكانت عونا لنا في عمريتنا. ونشكركم على كل الأخلاق التي زرعتموها في أنفس أبنائكم من حب وفهم للقرآن الكريم. ونخص بالذكر أن كل أساتذة المدارس العمرية هم شاركوا في هذه المسابقة، كانوا هم تقريبا أساس هذه المسابقة الرائعة. ونشكر لجنة التحكيم لحسن إدارتها لهذه المسابقة، وشكرا لكم. لقد كان معكم الطالب أحمد خالد أبو نواس، وهذه المسابقة بإشراف الأستاذ القدوة عزت. رحمه السيد عالم إنسان أبو مراد نائب مدير ثانوية المنيل. وأشكر لجنة التحكيم المكونة من تسنيم خليفة، ياسمين الشوشي، نور الفقيه، الدكتور إبراهيم الخضري. علما بأن معرض اللوحات في مدخل المسرح يرجى مشاهدتها. أيها الحفل الكريم، قدم لكم طلاب الصف السادس هذا النشاط، راجين أن يكون قد نال إعجابكم. وفي ختام هذا اللقاء المبارك يطيب لنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الضيوف الكرام، فحضوركم دعما وشرفا لنا، وشكرا خاص لمن ساهم في إرجاع هذا الحفل المبارك ولمن أعان بوقته وماله لخدمة كتاب الله. Our dear guests, it's time for farewell, and I hope that we've redeemed and enjoyed you with our presentation today. Thanks for your listening. Bye, and for a close meeting. والله نسأل أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى. ها هو وقت الوداع حان وزمان البين آن، وإلى لقاء قريب.
يعطيك العافية. شكرا لكل أولياء الأمور اللي حضروا وشرفونا اليوم. شكرا لنائب مدير المدرسة الأستاذ أبو مراد. الآن لجنة التحكيم موجودة وهي راح تقول لنا مين الصف اللي فايز في هذا النشاط. انتظرونا 5 دقائق فقط عشان يعلنوا النتيجة. طبعا عندنا معرض اللوحات، كل صف عمل 4 لوحات موجودة في مدخل المسرح، بتحبوا تطلعوا عليها. أستاذ أبو مراد تفضل. لجنة التحكيم استعجلونا شوي. طلابنا الأعزاء كما عودتونا نكون طلاب منظمين ومؤدبين. خلي صوتنا واطي ما نتكلم. صوتك يا شباب شاطرين، صوتك لسه سامع صوت. شباب اللي قاعدين هناك صوتك. كل طلاب كل صف يقعد جنب بعض. يلا شوف كل صف يقعد جنب بعض. يلا ما حد يقعد لحاله، ما حد يقعد لحاله، كل طالب يقعد جنب صف. يلا بدون صوت بس. اخوان المعلمين، اخوان المعلمين يلا يا لجنة التحكيم. طبعا سيتم تكريم لجنة التحكيم مشكورين وتكريم الصف الفائز. الكل يكون جاهز، احتمال تكون انت الصف الفائز. بدون صوت بس. اللي بشوفه الصف اللي بيتكلم نشكر منه علامات النظام. لا تكون سبب في خسارة صفك. لسه شايف الطلاب بيتكلموا. الطلاب اللي هون بيتكلموا قاعدين. يا لجنة التحكيم في صف بيتكلم قاعد. يعني. نلتزم الهدوء عشان يتم الإعلان عن الصف الفائز. بنظرنا كلكم فائزين، كلكم قدمتم شيء مبدع، شيء جميل، شيء نفتخر فيه وتفتخر العمرية بوجودكم فيها وفي رحابها بما قدمتم. ننتظر قليلا إلى حين إعلان النتائج. وبعد في منافسة قوية بين كل الشعب واحتمال يكون الصف الفائز هو الله أعلم. طبعاً راح يعلن النتيجة. تروحوا لجنة التحكيم تفضلوا على اللوحات عشان تقيموا اللوحات. طيب حرام عليكم ضلينا 10 بالليل واحنا نعلق فيها. شوفوها كل صف عمل 4 لوحات تناول الآية الكريمة اللي معني فيها. اللوحات معلقة في مدخل المسرح. الآن لجنة التحكيم غادرت نشوف اللوحات وتقيمها، وبالتالي بعد ذلك راح نعلن نتيجة المسابقة
الطلاب يظلوا قاعدين مكانهم لأنه احنا طالعين راح نشوفه كلنا مع بعض. خلي قاعد مكانك الطلاب وقاعد مكانك. يلا يا اخوان مجلس التحكيم الناس ملت. دكتور ابراهيم بنيتكم علم انه نشاطنا كان الفصل الاول شخصيات مؤثره وخلينا كل صف يسمي نفسه بشخصيه معينه ويكتب عنها يتلمس احد الطلاب هذه الشخصيه يتكلم عن هذه الشخصيه ويعمل باقي الصف لوحات وكان مشاركه الطلاب تقريبا 99% من مجموع الطلاب لان كان في عندنا سلبيه في هذا النشاط وكل صف فقط شاف نشاطه باقي الصفوف ما شافت نشاطات الصفوف الاخرى. الان احنا غيرنا هذا الاسلوب فاخترنا المسرح مكان لعرض النشاط حتى كل صف يشوف باقي زملائه وشو اشتغلوا من نشاطات. لا لجنه التحكيم انتهت. طيب الكل يقعد عشان نعلن الفريق الفائز. طبعا زي ما قال الاستاذ ايوب كلكم فايزين لانه كان نشاطكم مميز لكن لابد من اعلان واحد او صف فايز بهذا النشاط. تفضلوا لجنه التحكيم تفضلوا عندنا هون. الكل يقعد مكانه اشوف خلينا نسمع مع بعض بدون صوت شباب بدون صوت استاذ ايوب شباب عصام تحت سقف الطلاب اولا احنا بسرنا انه نشكر لجنه التحكيم اللي اشرفت على هذا النشاط مكون من الاخوات الفاضلات الاخت طارق والاخت يوسف والاخت براء والدكتور ابراهيم منسق الاجتماعيات ويشرفنا ايضا حضورنا مع ابونا ومعلمنا الاستاذ ابو مراد نائب مدير المدرسه. الان سيتم تكريم اولا لجنه التحكيم. تفضل يوسف. تفضل طارق. تفضل براء. تفضل دكتور ابراهيم. خايفين تكون النتيجه مش مظبوطه ويحرجوا المعلمين ما يكرمهمش بعدين. فحبينا نكرمكم قبل ما يحرجوا. طيب كان الفريق الفائز هو فريق الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا كلكم فائزين، لكن الفائز كان سادس يا ما شاء الله. اللوحات فيها إبداع وإبداع واضح، والله يعطيكم العافية وكلكم فائزين. واللوحات اللي عملت الفاصل بين الأول والثاني، النشاط كان حلو ومميز كثير، وبشكر كل الطلاب والاساتذه اللي ساهموا فيه، عن جد يعطيكم الف عافيه، وعن جد بعتبركم كلكم فايزين، ومجرد محاوله هو نيل شرف بكون. فكان عندنا كثير يعني تردد، هاد ولا هاد، هاد ولا هاد، لانه فعلا كنا كثير شايفين نتائج متشابهه، لكن شغلات بسيطه هي اللي فرقت. وفعلا حتى المراكز لو تلاحظوا هلا الفرق بكون يا دوب درجه صغيره مو علامه حتى. فان شاء الله انه يعني نشاط مثمر، ويعطيكم الف عافيه. يعطيكم العافيه جميعا، يعني منافسه كانت شديده وصفوف وعطاء رائع من الاساتذه جميعا ما شاء الله، يعني لمست يعني جهودهم مع الطلاب كان شيء رائع. واللوحات زي ما حكوا اخواتي هي اللي كانت الفاصل بين جعبتين، لمسنا ابداع كثير وكلها اخذناها بعين الاعتبار، وكانت معنا معايير كلها اخذناها بعين الاعتبار، وهلا ان شاء الله بيتم الاعلان عن الفائز. طبعا احنا كان عندنا في معايير 10 معايير لتقييم الصف الفائز. لجنة التحكيم شطبت ثلاث معايير، يعني هم لهم رؤية خاصة كانت. طبعا احنا سلمنا في الموضوع ووافقنا على شطب الثلاث معايير، بقي 7 معايير اعتمدوها. لكن يعني احنا بدنا نعلن عن الصف الفائز، لكن قبل ما نعلن عن الصف الفائز كلمة من ابو مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا اعجب بكل طلاب السادس على هذا النشاط المميز. بشكر كل طلبة الصف السادس، بشكر الاستاذ عزات عبد النبي المشرف على هذه المسابقة، بشرف الاستاذ محمد بيه ايضا على جهوده في ابراز هذه المسابقة. كما يسعني ان اشكر لجنة التحكيم على جهودها وتعبها في إنجاح هذه المشاركة. حقيقة تميزت ثانوية البنين في هذا العام في عدة نشاطات توجد بهذا النشاط لطلبة الصف السادس. نتمنى جميعا أن تزداد هذه الأنشطة الهامة. كما يسعدني أن أشكر أولياء الأمور الطلبة الذين حضروا هذا الاحتفال، وشكرا لكم. خلاص طب خلينا نسكت كلياتنا عشان نسمع مين الصف الفائز. وصلنا لنقطة الصفر. الثالث كان السادس يا 93%. في تكريم لهم، في تكريم لهم. أما المركز الثاني فكان من نصيب سادس باء 99%. المركز الأول الآن مع المركز الأول نحكي ولا ما نحكي؟ المركز الأول كان من نصيب الصف السادس. أستاذ مين اللي مسؤول عن يلا قديش بتعطونا علامات لأولاد؟ الآن المركز الأول ك
فاز في صف السادس زين. طيب دون صوت حبايبي شاطرين انتم. صف سادس زين، صف سادس زين مع الاستاذ حذيفه الجبالي. كانت الآية الكريمة لتبحث في العنكبوت. تفضلوا أستاذ الزين، أستاذ حذيفة. تفضلوا أستاذ الزين، أستاذ حذيفة. طيب احنا قبل ما نكرم استاذ الزين راح نكرم الطلاب اللي ابدعوا في تقديم هذا النشاط. طالب المبدع في تقديم هذا النشاط عبادة كامل الغرمة من الصف السادس باء. طالب طالب هاشم أبو سبتة برضه من السادس باء. طالب أحمد ماجد السادس باء. طالب أحمد حسام من سادس هاء. طالب أحمد أبو نواس من سادس زين. طالب عمر داير من سادس دال. طالب بشار المصري من سادس جيم. طالب المبدع حمزة حباشر يقدم فقرة اللغة الإنجليزية من سادس باء. الآن تكريم السادس زين. أنت الأستاذ اللي تعب كثير في هذا النشاط الأستاذ حذيفة الجبالي. طالب عبد الرحمن الحلو. طالب عبد الرحمن أبو طور. طالب حمزة أبو جاموس. طالب أحمد عرش. طالب طالب سادس باء. سادس باء تفضلوا. استاذ محمد وائل، استاذ احمد عياصرة تفضلوا. طالب عبد الله ياهي. Thank you.
محمد فايز. استاذ محمد فايز. استاذ احمد عياصره. استاذ سياح. استاذ عصام درهم. بيامن وسامة. طالب حاتم غنايم. طالب بدير. طالب أوس بركات. طالب سعيد العشري. طالب حمزة ماهر. طالب موفق. موفق كحالة. موفق كحالة. طالب صلاح النعلاوي. تفضل. صلاح. أحمد وفاء. أستاذ عثمان أبو زيد. Thank you.